المهم الحفلة كانت غير عادية. أنا في وسط الحفلة خدت الميكروفون وهنيت أريكا وأنكر وقدمت لهم كتاب من كتبي اللي هو أعظم كتاب اتكتب عن الآثار المصرية على الترف عن خامون وزنه 25 كيلو. وقلت له أنا بهديك أعظم كتبي، كتاب ده ثمنه 4000 دولار. طبعا وقمت أعطي لهم كتاب صغير كاتبه للأطفال على رمسيس الثاني. قلت له الكتاب ده لما تخلف البنت اللي جاية هتسماها ميريت. وقمت عامل إهداء مني لميريت وقلت له خد الكتاب ده لما تخلف بريت إهديها الكتاب ده. هدية الجواز، أيوة كده، نقط العروسة. المهم طبعا أنا عملت لهم تسهيلات غير عادية. الحفلة الثالثة بقى ليها الجواز. طبعا ما عملوش فرح، عمل حفل استقبال في ساحة الصوت والضوء قدام أبو الهول، ديكور غير عادي. وبقى كبست مان بقى وليه هما قعدوا على المنصة، طلع الأنكر الأول، جت أريكا بأبوها وأمها سلموها للعريس، وأنا بقى اللي عملت الماستر السيربوني بقى. سألتها قلت لها يا أريكا أنت إيه اللي عجبك في أنكر؟ قعدت تحكي لي عن قصة حبها ليه، وطبعا ال 150 واحد قاعدين قدامنا. وبعد كده قلت له يا انكر وانت حبيت فيها ايه؟ قعد يحكي الفيرست ديت لما قابلها لاول مره وحبها ازاي، وهي طبعا كانت مشهوره في الالعاب هي مدربه لياقه بدنيه في بالظبط في المصارعه. وهو على فكره يعني شاب صغير لكن بليونير. يعني على هو اللي عازم 150 واحد. فبعد اللي حصل السؤالين اللي سألتها فقلت لهم بقى أنا أعلنكم زوجا وزوجة. يا سلام، أنت كنت يعني الملك خوفو والملك خفرع ومن كورع اللي قدامكم بيهدلكوا تحية بالكتابة الهيروغليفية عن وجا سينم، بمعنى الحياة والرفاهية والصحة. كل ده بقى اتكلف كام كل هذه الحفلات؟ يعني انا هقول لك بس في النهايه. المهم هو بقى في النهايه بسها، وبعد كده رحنا على الحفله الثانيه بقى الريسبشن النهائي اللي في الصحراء في جنوب ابو الهول. حفله غير عاديه، ما اقدرش اوصف لك غير انا لو قريت لك اللي هم. الحفله بعد كده خلصت، انا مشيت الحقيقه الساعه 9 وربع عشان اشوف ماتش الاهلي. وتاني يوم رحنا عملنا غدا متأخر في جزيرة الدهب في أحد القصور الله الملكية. الله، لو شفت بقى الإيميل اللي مكتوب من الناس دلوقتي وهم مسافرين بيقولوا حاجة لم نراها في حياتها. حتى أولا عايز أقول لك حاجة، شرطة السياحة والمطار وكل الأجهزة والأثار قدموا تسهيلات لم أراها في حياتي. كل لله. الناس اللي بتيجي تعمل حفلات بيشتكوا، إلا الحفلة دي ما حصلش فيها غلطة واحدة. الناس تمتعوا بمتعة لا تتخيلها يا أستاذ رميس. ال 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 الجمال بتاع الأهرامات والجمال بتاع مصر والقصور اللي شافوها والاهتمام اللي شافوه لم يروه في أي مكان في العالم. هو ده اللي احنا عايزينه، دي أعظم دعاية سياحية لمصر، مفيش أعظم من كده. قلت له يا أنكر صرفت كام؟ قال لي أنا صرفت 3 مليون دولار، لأن هو عازم كل الشخصيات العالمية دي كلها جاية على حسابه. فتخيلي صرف في مصر 3 مليون دولار. الشركة المنظمة فيرتكس هي اللي عملت كل التسهيلات دي، ما فيش أي أجنبي عمل أي تسهيلات. الحقيقة إن كلهم مسافرين بيبكوا من الإعجاب.